الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الأعزاء متابعين السباكة. إن شاء الله النهاردة هنكمل معانا بإذن الله التوصيل معانا على المحبس اللي هو الدفن، وهنطلع معانا الخط للخزان. طبعا أنا خدت الوصلة الأولى حمتي عليها القوة، بنمزم برضه عشان خاطر الوصلة اللي هتخش معانا على المحبس معانا يكون الاتنين على مستوى واحد. لما بنقطع المقاس ده هو المفروض ان احنا بناخد لقطة يا بوصلة ماسورة او بالمتر او بالميزان، حاجة من دول، بحيث ان انا ايه الماسورة بتاعة المحبس مش جاية فوق الوصلة معانا اللي هي بتاع الخط الصاعد معانا، فعشان نحدد الايه المنسوب معانا بالظبط. دي الوصلة معانا ان شاء الله لحمتها ني بناخد الايه الوصلة اللي احنا هنقصها معانا، بحيث ان انا لما اجي الحم الكوع ان شاء الله هشيل جزء من المحبس من الوصلتين بتوع المحبس اللي هما جايين معايا من الداخل. هنلحم برضو الكوعة بتاع الوصلة اللي هي بتاع المحبس زي ما احنا شايفين. ما انا خلصت في الحلقة السابقة الجزء اللي هو تحت ده هو، وكان شغله فعلا كان صعب جدا، و بشكركم بصراحة على التعليقات الجميلة على خوفكم عليا بصراحة يعني. بس زي ما انا اتكلمت يا جماعة، ان في ناس بتبقى ظروفها يعني مش سامحة ان هي تعمل سقالة معدنية. طبعا الكلام ده كله والله انا عارفه وعارف السقالة المعدنية، وعلى فكرة اشتغلت في المحارة فترة طويلة جدا اكتر من 15 سنة، وكنت مبيض محارة شاطر خالص يعني ما شاء الله. كنت بشتغل الشغل كله اللي بالنسبة للشغل على الاوتار وشغل المزايكو اللي بتعمل بالبروة وبالجلب الصاروخ، كنت كل ده بعمله. بس شغلانة المحارة احنا عارفين يعني بتبقى متعبة شوية، فكنت بشتغل عادة على السقالة دي ومتعود عليها. ومعظم كل الناس في المحارة والكلام ده يعني الناس خايفين، وبقول لك ازاي تشتغل على لوح زي كده، فهو تعود يعني وجمودية قلب مش أكتر، وربنا بيسترها يعني. فمش كل اللي بيعمل شغل زي كده في الوجاية إن هو بيكلف نفسه أو يجيب سقالة معدنية غير في الشغل اللي وراه أو بالأعمال الجديدة. لكن واحد عنده مثلا شغل في دور معين او شقة عايز يعمل فيها شغل، بيبقى الشغل بتاعه زي ما احنا عارفين على سقالة معدنية. وان شاء الله طبعا انا جبت والله حزام عشان خاطر برضه وخوفكم عليا، انا اشتريت حزام زيادة امان ان شاء الله، برضه حتى لو السلم موجود هيبقى معايا الحزام ان شاء الله. طبعا كده قصيت، محتاج بقى طبعا ان انا ايه ان شاء الله سعيد هيخش جوه يضغط لي المحبس، لان طبعا انا لازم الجزء اللي انا قصيته بنسحب معانا المحبس لجوه، ما بيفضلش غير الماسوره اللي طالعه دي حوالي 2 سم بس اللي هم قيمه اللقمه، بحيث ان انا بطبع المكوى على الحيطه بيبقى البارز بتاعها اللي هم اللي ايه ال 2 سم بتوع اللقمه دول ان انا محتاجهم يطلعوا ال 2 سم من الماسوره، لان زي ما انتم شايفين الماسوره تحت برضو محكومه معايا. وفي نفس الوقت طبعا هضغط جامد في اللحام عشان يضغط، لازم يسند معايا من جوه. لو انا ضغطت كده المكوى المحبس هيطلع بالقطع اللي معاه في الداخل، فلازم ان احنا ايه يبقى معانا حد ان هو يسند من جوه. هو اللحام عامة بينشف في ثواني يعني ما بيغيبش. بالنسبه للسقاله دي برضه او اللوحه ده هو يعني في يعني الواح بنط زي اللي انا قاعد عليه ده في انواع كتير، فاحنا اللوح اللي بنلاقيه بيلب بينا وبيعمل سوسته كده ده نقف عليه واحنا مطمنين، ممكن نفرين اتنين يقف عليه كمان، انما الناشف ده بلاشه خالص لانه بيبقى خشب وممكن يقطم. كده انا خلصت بالنسبة للدخول معايا محبسنا زي ما احنا عارفين في الداخل معانا متشطب.
طبعا هنقص معانا جزء زيادة، الوسطون دول لازم يبقوا بزيادة معانا في اللحام. هنشوف الوصلة اللي معانا تحت اللي هي بالعرض معانا اللي هي نايمة تحت دي، هنشوفها طولها قد ايه، وهيبقى الوصلة اللي فوق برضو نفس الايه، نفس الوصلة. انا ممكن كنت طلعت الماسورة عدلة وخدت المحبس قصاد الماسورة، يعني خشيت في نفس الاتجاه العدل اللي القايم طالع معانا اللي الخط الصاعد طالع فيه، وعملت محبس وطلعت تاني بدل ايه ان انا اوض الوصلتين. بس انا عندي قصاد الماسورة بالظبط اللي داخلة دي، فوجئت ان ده الجدار اللي فاصل ما بين المطبخ والحمام. يعني حتى التغذية القديمة بتاع اللي هي المواسير الحديد الماسورة داخلة معانا واخدة كوع في الجدار ذات نفسه، وبعد كده واخد على اتجاه الحمام الوصلة اللي انتوا شايفينها دي وعامل محبسه. يعني انتم شفتوا في الحلقة السابقة بالنسبة للمحبس اللي هو بتاع الحمام، هنلاقيه تحت المحبس ده على طول، يعني ايه قصاد منه. فالمحبس اللي انا عامله ده مش هينفع طبعا عشان الجدار اللي فاصل ما بين المطبخ والحمام، عشان كده انا اضطريت ان انا ارحله شوية زي ما انتم شايفين، ودي مش هتزعل في حاجة. يعني ولو احنا عايزين الخروج، احنا كده اخدنا وصلة بقوعتين، لو احنا عايزين الخروج بتاع المحبس من فوق اللي هو يطلع الخزان معانا يطلع عدل مفيش مشكلة، بس عشان الشكل بتاعه يطلع احسن يبقى قصاد الماسورة اللي جاية معانا من تحت بيكون افضل. يعني هنلحم برضو عليها قوعتين اتنين، ممكن ناخد الكوعة برضو نلحم كوعة على الوصلة اللي جاية معانا من المحبس، وبعد كده ناخد كوعة مع الايه الشبك معانا اللي هيطلع معانا على فوق معانا. بس الأفضل إن احنا نقفلهم كلهم وتبقى ايه لحام واحد على طول إن شاء الله. في بعض المتابعين بيقول لك أنا عايز أعمل عندي خطين اتنين وعايز اعمل اخليهم خط واحد، فايه اللي انا محتاجه او الشيك بلف اللي انا هركبه فين؟ طبعا انا بعت له رابط بتاع الفيديو. هو الشيك بلف لو انا هعمل خط واحد طالع نازل وعندي مثلا عوامة في الخزان، بركب الشيك بلف بعد خروج المية اللي هتنزل معايا في الخزان من تحت، بعد الخروج بتاع المية يعني النازل معايا، ما ركبوش في الاول، لان لو ركبته في الهواء في الاول قبل التهويه لما نيجي نشغل المضخه التهويه هتطلع معانا ميه، فهو بيركب بعد التهويه. يعني اول حاجه باخد جلبه بسنه على الخزان اللي هي تخش الخزان معايا، او سواء جايب جلبه من بتاع الخزانات دي مخصوصه. بعد كده بركب محبس، وبعد المحبس بركب الشيك بلف، وبعد الشيك بلف بركب ايه التهويه بتاعتي، وبعد التهوية بركب التغذية اللي هتغذي معايا على الخزان فوق اللي هيركب عليها العوامة معايا. طب هل ان ينفع العوامة اللي هي الميكانيكية دي تركب على مع جهاز فلومايك؟ ينفع برضه وهتبقى كويسة زي ما يكون خزان معانا كومبينيشن قاعدة او خزان قاعدة وراكب له عوام. ما دام هي قفلت خلاص الاوتوماتيك هيفصل ان شاء الله معانا. طبعا هعديها من الافيز، انا ما جمعتش الافيز على الاخر بحيث ان الماسوره تعدي منه حره، لان الماسوره طالعه معانا على فوق على طول، فعشان تبقى محكومه معانا لان الماسوره طويله 4 متر، فما كانش حد هيسندها من فوق هتتطوح معانا ومش هيطلع اللحام مظبوط. عشان كده انا قفلت الافيز وبعد كده هجمد عليه ان شاء الله بعد ما نلحم باذن الله. ده اللحام الاخير معانا في المحبس ان شاء الله. المحبس ده طبعا مستو كويسة، انني لو مش عايز اشرب من الخزان بقفله وبستخدم عادي مية المضخة لو عندي فلتر او كده، او عايز املى مية للاستخدام يعني بقفل محبسي وبستخدم المايه اللي جايه من تحت. مفيش مايه جايه او المايه قطعه او كده فبستخدم الخزان عادي، بفتح المحبس بيجي لي مايه من الخزان.
طبعا بيبقى عندي في شيك بلف تحت راكب عشان ما يرجعليش ميه الخزان في خط البلديه. مهم جدا ان انا اركب شيك بلف قبل الموتور، بعد العداد او قبل العداد حتى مش مشكله. يعني لو بقى بعد العداد، المهم ان هو يكون على اول الخط معايا، بحيث ان انا اقدر احضر المواسير ما يحصلش فيها تهريب او يحصل فيها تسريب. لان انا اتكلمت ياما على حكايه التسريب ده يا جماعه، هو اللي بيسبب مشاكل في الفلومايك، بيسبب مشاكل في المضخه معايا، ان هي حتى لو جيت اشغل بتغيب على ما بتطلع معايا ميه، او نلاقي الميه جايه بتقطع، بيبقى ده هو في المواسير وبتصفى معانا. في الحاله دي يبقى انا عندي فيه تسريب. فالشيك بلف ده مهم جدا، ويكون بوابه يا جماعه عشان هو ده مخصص للمضخه معانا او للموتور معانا. هنجمع معانا ان شاء الله الديفيز، هنربط عليه، هو بيربط بمسمارين منفك. ومعليش بقى ان النهارده مش هنكمل معاكم الخزان، عشان في يعني بصراحه في ناس بتزهق لما بطول الفيديو جامد عليكم، وزي ما انا كلمتكم انا هعمل خزان بطريقه كويسه، حاجه جديده لسه يعني، ما اعرفش ان كان حد عملها او موجوده ولا لا، بس ايه دي بتديني ضغط اشد، لان الخزان زي ما انتم شايفين فوق الحمام على طول، فانا محتاج ضغط زياده. وبرضه في نفس الوقت مفيش امكانيات ان احنا نبني كمان اوضه فوق او نرفع الخزان مثلا 2 متر ولا حاجه. فالفكره دي هتديني ضغط ميه زياده ان شاء الله، هنشوفها في الحلقه القادمه باذن الله مع بعض. وكده احنا خلصنا في المنور معانا، وفي نفس الوقت برضه الفكرة دي مش مكلفة، ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة. وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.